السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ألو. السلام عليكم للا مباركة، كتسمعيني؟ السلام عليكم، صباح الخير. صباح النور للا. صباح الخير. الله يرحم والديك سيدي محمد سيدي، الله يرحم من رباك ويرحم من قراك. داك السيمانة الخميس طرحت عليك واحد السؤال ديال رمضان اللي قلت لك أنا كليت. إيه. فجاتني ما جاتني، أنا كنت حاملة وما جاتنيش العادة الشهرية وداك الشيء، ومع داك المشكل ديال قعد الناس ما بغيتش نبين لهم بلي رانا حاملة. إيه أنا أذكر بيكي. أذكر سؤالك للا مباركة وبلي مرة قلتي لي بلي راكي سولتي الشيخ محمد برا. ياك ايه قلت لك انا راكي سولتي واحد الفقيه، يعني هذاك يكفيكي الجواب ديال السي الفقيه سي محمد برا، واضح؟ حيت مع يعني انا قلت لي شهرين وانا ما قدرتش نصوم شهرين، انا عندي 66 عام بلاتي لا الاثنين والخميس وما كنقدرش بعد المره. لا انا عطيت الحكم عام. هانتي نقول لك واخا ماشي مشكل، نعاود المسائل من الاول. دابا قلتي لي الا لا بلي انت ياك انت حملتي ياك، ايه والناس اللي ساكنه معاهم ما فرصهمش أيه. باللي انت حامله، ايه فما بغيتيش تبيني لهم هذا الامر هذا ملي كتجيني على حق الشهر. نعم، لما كتجيك الحق ديال الشهر شنو كديري؟ كتاكلي كليت فيها باش ما نبين لهمش باللي رانا حامله. مزيان، ها انت نقول لك واحد القضيه لالا. أيه. كونك انت ما تبينيش لهم باللي حامله هذا ماشي عذر شرعي، واضح؟ هذا كيتسمى الاكل العمد. تفقي؟ أيه. عرفت. يعني الانسان اذا افطر متعمدا فيجب في حقه الكفاره، واضح؟ مزيان. اذا انت الا لا وجبت حقك الكفاره، عندك هذاك رمضان انتهت انتهكت حرمته، فوجب في حقك الكفاره. الكفاره يعني على التخيير في مذهبنا المالكي وعلى الترتيب في عند جمهور الفقهاء. طيب مزيان، حتى لهنا احنا متفقين. اشنا هو السؤال ديالك لالا دابا؟ السؤال ديالي حيت طرحتيه قلتي لي شهرين صومة متابعه. لا لا، ما انا ماشي قلت لك شهرين متتابعه، أنا قلت لك لالا باللي المسألة على التخيير، إما إطعام 60 مسكينا وإما صيام شهرين متتابعين، ياك؟ وقلت لك لالا إلا أنت ياك أنت ميسورة غادي تصومي شهرين متتابعين لأنه غيتطبق فيك التعزير، وإلا أنت ياك أنت فقيرة غطعمي 60 مسكينا، واضح؟ هذا نعم. إذا دابا شنو هو الإشكال دابا بالضبط لالا مباركة؟ دابا مهم بي لي نخرج هاد الفدية. نعم، واش انت دابا انت بغيتي تخرجي الفديه؟ واش انت ميسوره الحال؟ واش انت ميسوره الحال يعني؟ كيفاش ميسوره الحال؟ يعني عندك مثلا شي صالير ديالك، عندك شي بركه ديال الفلوس، عندي شي حاجه ديال الانتريت ديال المرحوم صافي. نعم. والوليدات تخدموا عليا، المهم راه درويشه ما عنديش. طيب انت قلتي لي في عمرك 66 سنه. والحمد لله انت ما قدرتش تصومي شهرين متتابعين. ما نقدرش، قلت لك مع كيما كنت كنصوم عيل الاثنين واخا لالا مبارك، يكون خير ان شاء الله. واخا سمح لي والله يرحم والديك. مرحبا بك، قراك ورحم ربك، بارك الله فيك، يكون خير ان شاء الله. بين لي شحال كان الفديه، بين لي شحال. الله عندك لالا 10 مليون سنتيم، 10 مليون. صابر غيتي 5 مليون، انا غنتي 5 مليون. واخا نعطيو كل شيء سيدي، انت مول الخير، انت مول الخير، بارك الله فيك. انا غنحسب عليك ان شاء الله، انا غنحسب عليك، كنبسط معاك لالا مبارك. والوالدين وسمحوا لي، انا غنبسط معاك ان شاء الله، تنبسط معاك، انا غنحسب عليك ان شاء الله تعالى. مرحبا، بارك الله فيك لالا مباركة، وسأل الله تعالى يسلك أمورك. طبعا هو كما قلت المسألة على التخيير، لكن استحب بعض فقهائنا المالكية أن الأمر إذا كان الإنسان يعني ميسور الحال يسهل عليه أنه يعني يخرج المال، فلذلك قالوا الكفارة ديالت الصيام هذه يعني آكدوا في حقه. لماذا؟ لأنه بها غيحصل هذاك معنى التعزير، لأن الكفارة تعزير. وإذا كان الإنسان فقيرا فالإطعام في حقه آكد. لماذا؟ لأنه به سيحصل التعزير. نعم، فلالا مبارك أنت كتقولي باللي في العمر ديالك 66 سنة ما شاء الله، الله يرزقك الصحة والسلامة، وأنت ما قدرش على أنك تصومي شهرين متتابعين. إذا لالا غادي نقول لك يعني الإطعام 60 مسكينا، والإطعام لالا هو يعني مد من طعام لكل مسكين. احنا تقريبا تنحسبوها بين يعني تقريبا 5 دراهم فما فوق، من 5 دراهم فما فوق، يعني 5 دراهم غادي تضربيها في 60
5 في 6 30 اي 300 درهم. 300 درهم الا ما خفت نكذب، انا ما عرفتش واش جبتها هي ديك في الرياضيات ولا لا. 5 في 6 30 وصفر هي 300. نعم، اذن 300 درهم فما فوق، ابتداء من 300 درهم فما فوق على هذا هو، هذه هي كفارة يعني الإفطار المتعمد عندك لالا. هذا المبلغ يعني غادي تخرجي كل مرة غطعمي مسكين، ولا يعني تعطي كل مسكين تعطي هذاك المبلغ ديال 5 دراهم. نعم، السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.